إذن في هذه اللحظات انتهت ربما فترة استقبال طلبات الراغبين في الترشح للانتخابات النيابية والبلدية 2018. طبعا للمزيد حول ما شهده اليوم الخامس والأخير من استقبال الطلبات نتواصل الآن على الهواء مباشرة مع شبكة مراسلين المتواجدين في المراكز الإشرافية التابعة للمحافظات الأربع، ونبدأ مع مراسلنا من محافظة المحرق الزميل عمار العماري. عمار، بعد التحية، كيف سارت عملية التقدم بطلبات الترشح في اليوم الخامس في محافظة المحرق تحديدا؟ نعم، أتواجد بمقر لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب في محافظة المحرق في مدرسة الهداية الخليفية الثانوية للبنين في اليوم الختامي لتلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب والمجالس البلدية، وقد أقلق باب الترشح لعضوية مجلس النواب والمجالس البلدية في هذه اللحظات لعضوية مجلس النواب والمجالس البلدية 2018. كما هو متوقع، الإقبال اليوم كان كثيفا سواء من المترشحين المحتملين الجدد الذين تقدموا بطلبات ترشيحهم من عضوية مجلس النواب والمجالس البلدية، أو المترشحين الذين تقدموا بطلبات ترشحهم خلال الأيام الماضية، حضروا اليوم سواء أما لاستكمال إجراءاتهم أو الاستفسار عن طلباتهم. للحديث أكثر عن اليوم الختامي، يسرني أن يكون معي سعادة الدكتور أحمد محمد الحمادي رئيس لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب. دكتور، ما هي الإحصائيات لعدد المترشحين حتى هذه اللحظة، وما هو عدد الحالات التي تم الفصل بها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نتطرق في البداية عن ما هي الإحصائية كما تفضلت. بالنسبة لعدد طلبات الترشيح بوجه عام، بالنسبة للمجلس النيابي كانت 56، بالنسبة للمجلس البلدي كانت 37. عدد من تم قبولهم إلى هذا الوقت النيابي 56، المجلس البلدي 29، عدد من تم رفضهم النيابي 3، البلدي لا شيء. سوف أتطرق إلى طلبات ترشيح النساء وهي تدخل في الإحصائية التي ذكرتها سابقا. بالنسبة إلى النيابي تسع سيدات، وبالنسبة إلى البلدي سيدة واحدة. هناك طلبات ما زالت متبقية، عددها بالنسبة للمجلس البلدي 6 طلبات، وبالنسبة للمجلس النيابي 6 طلبات، وبالنسبة للمجلس البلدي 8 طلبات. نعم دكتور، ما هي الإجراءات المتبعة من قبل اللجنة الإشرافية بعد إعلان الكشوف الأولية من قبلها؟ السيناريو المتوقع مستقبلا أنه بعد قلق باب الترشيح كما ذكرت سابقا، سوف يتم إعلان أسماء المرشحين. بالنسبة للنواب سوف يتم إعلان الأسماء اللي تم قبول ترشيحهم في المدارس أو في الدوائر في المقار الموجودة في كل دائرة. أما بالنسبة إلى البلدي سوف يكون في البلدية في مقر البلدية لمدة 3 أيام. من لم يدرج اسمه كمرشح، من يريد أن يعترض على آخر له الحق في الاعتراض أمام لجنة الإشراف خلال 3 أيام. اللجنة تبت في طلب الاعتراض خلال 3 أيام، إما بالموافقة أو بالرفض. في حالة الموافقة يتم إدراجه كمرشح سواء كان في النيابي أو كان في البلدي. أما في حالة الرفض فعلى طالب الترشيح أن يطعن أمام المحكمة المختصة في غضون 3 أيام. المحكمة العليا الاستئنافية المدنية هي واجب عليها أن تبت في هذا الطعن خلال 7 أيام. بعد ما تطرقنا إلى الإجراءات سوف أتكلم عن حقوق المرشحين. المرشح بعد أن يعطى له حق الترشيح له حقوق، يجب حقوق خاصة فيها وحقوق يجب أن يطالب بها. منها يجب أن يحصل على نسخة من جدول الناخبين، له أن يحصل على إفادة. أنا أتكلم عن النيابي، يحصل على إفادة لكي يأخذها إلى جهة عمله. له أن يختار من أحد الناخبين مرشح يمثله كوكيل. له حق الدعاية الانتخابية، له حق الطعن أمام محكمة التمييز في حالة التشكيك أو الطعن في الاقتراع والفرز، في عملية الاقتراع والفرز.
هذه مجملا الحقوق التي يجب أن يحصل عليها المرشح سواء كان في المجلس النيابي أو المجلس البلدي. لو تكلمنا أو تطرقنا عن الوكالة أو الانسحاب بالنسبة للمرشح. بالنسبة للانسحاب المرشح يجوز له أن يقدم انسحابه أمام اللجنة الإشرافية في غضون أو قبل الانتخاب بعشرة أيام. أما بالنسبة للوكيل بالنسبة للوكالة واختيار الوكيل له سبعة أيام قبل الفرز والاقتراع أن يأتي ويتقدم بوكيله. هذه هي الإجراءات المتبعة. نعم. دكتور أحمد محمد الحمادي رئيس لجنة الإشراف والاستفتاء الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب في محافظة المحرق، شكرا جزيلا لك. إذا كان هذا ما لدي في اليوم الختامي لتلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب والمجالس البلدية، وعودة إليكم في الاستوديو. نعم، من محافظة المحرق مراسلنا عمار العماري، شكرا جزيلا لك ولضيفك الكريم. إذا نتحول إلى المحافظة الشمالية، انضم إلينا من هناك الزميل يحيى العمري. يحيى، بعد التحية، كيف تصف لنا اليوم الإقبال خلال هذا اليوم الأخير من تقديم طلبات المترشحين للانتخابات النيابية والبلدية؟ نعم زميلتي سهير، أنا بالفعل متواجد هنا في المحافظة الشمالية التي لا زالت تشهد أو إلى قبل إغلاق الباب كانت تشهد إقبالا ربما يعد نسبيا كبير في هذه الفترة، خصوصا أنه اليوم الأخير الذي كان المراقبون يتوقعون إقبالا كثيفا، وصلت الأعداد إلى 127 مترشح نيابي في هذه المحافظة، وهو رقم قياسي إذا ما قرنا مع الانتخابات السابقة، وأيضا إلى 71 مترشح للمجالس البلدية، وهي أرقام تعد تقريبية لكنها أرقام كبيرة لم تشهدها هذه المحافظة في الانتخابات السابقة. الإقبال كان كبيرا خلال الفترة الماضية، خمسة أيام كنا نتواجد هناك وسيلة إعلامية ضمن زملائنا في الوسائل الإعلامية الأخرى، شهدنا الإقبال الكبير ونقلنا لجمهورنا والسادة الكرام الأجواء الانتخابية الكبيرة التي شهدتها مملكة البحرين في هذا العرس الديمقراطي. هذا المركز هنا تحديدا في مدرسة مدينة حمد الابتدائية الذي يشرف عليه سعادة القاضي الدكتور محمد ميرزا أمان، طول العمر تحدثنا أكثر عن الإقبال الذي شهدته هذه المحافظة تحديدا وقراءتكم لهذه الأعداد التي شهدتموها، وخصوصا اليوم الأخير الذي شهد قرابة 30 ربما أكثر مشاهدين الكرام من 30 مترشح للمجلس النيابي والمجالس البلدية. تفضل. أهلا وسهلا فيكم مرة أخرى. طبعا مثل ما شفتم من بداية أول يوم لمرحلة تقديم الترشيح لعضوية مجلس النواب البلدي كان هناك توافر بشكل كبير في اليوم الأول، ثم في الأيام اللي بعدها كان في نوع من قلة عدد الحضور، ولكن ما انقطع الحضور، بالعكس كان في توافر مستمر. وفي اليوم الأخير اللي هو هذا اليوم كان هناك توافر مستمر وبشكل كبير على المجلس، يعني تقريبا فوق 35 طلب تقريبا. 35 طلب. نعم. وما زال هناك موجود، يعني في الوقت الحالي وبعد قفل باب مقر اللجنة ما زال هناك مرشحين موجودين داخل اللجنة ويسجلون طلباتهم. نعم، ربما المشاهد الكريم يتمكن من رؤية هذه المشاهد، ولكن طول عمر تحدثنا أكثر المترشح الكريم الذي تقدم بهذا الطلب لكم في هذه اللجنة، ما هي الخطوات التي يتوقعها في الفترة القادمة، المراحل الأساسية والمفصلية التي ينتظرها المرشح إلى حين الوصول إلى يوم الاقتراع وهو اليوم المنتظر؟ طبعا ما هو معروف أن اللجنة التنفيذية أعدت الجدول الزمني لفترة الانتخاب والمراحل كلها، اليوم كان آخر يوم لمرحلة تقديم طلبات الترشيح، زين، ونهايتها اليوم إن شاء الله بتم الفصل في جميع الطلبات، وعلى غدا إن شاء الله بتم إعلان قائمة المرشحين، وبعدها في خلال ثلاثة أيام ابتداء من يوم غد ممكن تقديم أي اعتراض من قبل المرشحين إلى اللجنة. مكان هذا تقديم هذا الاعتراض هنا في اللجنة لتتضح الصورة أكثر لمشاهدنا في الكريم. في ذات المقر. نعم، في ذات المقر. زين، وفي حالة عدم في اعتراض قرار اللجنة بالإمكان من قبل المرشح تقديم طلب الطعن في القرار
أمام لجنة الاستئناف. نعم. المرحلة التي تليها اللي هي مرحلة بعد النظر في الطعون، جميع الطعون إن شاء الله بتم إعلان الجدول الكشف النهائي لإعلان المرشحين. نعم. شكرا جزيلا سعادة القاضي محمد ميرزا أمان على هذه المعلومات وهذه الأحصائيات التي ربما زميلتي سهير تجاوزت التوقعات وتجاوزت الحواجز السابقة التي كانت تصل إليها، حيث انتخابات 2014 أقفل باب الترشح للمجلس النيابي عند 80 مترشح، وها نحن نصل إلى أعداد ربما تعد كبيرة نسبيا إذا ما قورنت بالمحافظات الأخرى في مملكة البحرين. نحن نقلنا الصورة لجمهور الكريم خلال الفترة السابقة لمرحلة تسجيل المترشحين للمجلس النيابي والمجالس البلدية، أنا وزملائي في مختلف محافظات المملكة على الهواء مباشرة، وبالتأكيد سيستمر تلفزيون مملكة البحرين الرسمي بنقل أجواء هذا العرس الديمقراطية عبر البرامج اليومية المستمرة والتغطية المثرية التي تضع المواطن في صلب الحدث أولا بأول. نعم. بإذن الله. نعم يحيى، طبعا الصورة تجاوزت التوقعات وطبعا الأرقام والإحصائيات هي أكبر دليل على ذلك. من كنت من المحافظة الشمالية مراسلنا يحيى العمري، شكرا جزيلا لك ولضيفك الكريم. أما الآن فلننتقل بكم مشاهدينا إلى محافظة العاصمة، حيث ينضم إلينا الزميل عبد الرحمن المدفع. أهلا بك عبد الرحمن. طبعا كيف سارت عملية استقبال طلبات المترشحين لهذا اليوم، اليوم الخامس والأخير في محافظة العاصمة؟ هل تضعنا بالصورة وكيف كانت التوقعات؟ نعم زميلتي سهير، نرحب بكم في هذه النافذة اليومية التي تواصلنا فيها معكم مشاهدينا الكرام على مدى الأيام الأربعة الماضية واليوم الختامي لتلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب هنا في مدرسة خولة الثانوية للبنات، مقر لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب بمحافظة العاصمة. باب تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب أغلق رسميا قبل دقائق، ولكن هناك عدد من المترشحين المحتملين لا يزالون متواجدين هنا في قاعة لجنة الإشراف لتقديم طلباتهم رسميا كمترشحين محتملين لعضوية مجلس النواب. محافظة العاصمة تحطم الرقم القياسي بأكبر عدد من المترشحين في تاريخ انتخابات مملكة البحرين، أكثر من 85 مترشحا تقدموا بطلبات ترشحهم رسميا هنا في محافظة العاصمة. الأرقام والإحصائيات ومزيد من التفاصيل توافينا بها سعادة القاضي فاطمة حبيل رئيس لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب هنا في محافظة العاصمة. مساء الخير سعادة القاضي، ونشكركم على جهودكم الكبيرة، جهود مقدرة وجهود كبيرة قمتم بها على مدى الأيام الماضية، كنتم متواجدين طوال الفترة ولا زلتم إلى هذه اللحظة تتلقون طلبات الترشيح. هل لك أن تزودنا بالأرقام شبه النهائية للمترشحين المحتملين، وأين وصلت اللجنة أيضا في الفصل بالطلبات؟ مساء الخير أستاذ عبد الرحمن، نرحب بكم مرة أخرى معنا في مقر اللجنة الإشرافية. لغاية الآن مثل ما ذكرت وردنا نحو 85 طلب، ما زال هناك طلبين آخرين أتوقع في المركز قيد النظر. مجموع ما تم الفصل فيه من طلبات يراوح 65 طلب. في طلبات ما زالت قيد النظر في حدود اللي هو 15 طلب. من الطلبات اللي تم رفضها تقريبا 4 طلبات لغاية الآن، ما زلنا في مرحلة فحص الطلبات والبت فيها، وإن شاء الله على نهاية اليوم نكون فصلنا في كافة الطلبات المقدمة، باعتبار أن احنا مثل ما ذكرنا غدا سيتم تعليق جداول المرشحين. مثل ما ذكرت لي سعادة القاضي، غدا ستتواجدون هنا أيضا في مقر لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب، فهل لك أن توضحي للسادة المشاهدين سبب التواجد، وما هي المرحلة المقبلة الآن بعد انتهاء المرحلة الأولى بالنسبة للمترشحين؟ نبدأ غدا عرض جداول الناخبين لمدة 3 أيام. السبب 3 أيام هي هذه فترة تقديم الاعتراضات، من يحق له تقديم الاعتراض؟ هاي تساؤل يتساءل الكثيرين. فمن يحق له تقديم طلب الاعتراض هو من تقدم أساسا بطلب الترشح. من الطلبات من تم رفضه
هذا الشخص بإمكانه أن يتقدم للجنة بطلب الاعتراض على عدم إدراج اسمه ضمن جداول المترشحين. من كذلك بإمكانه ممكن لأي شخص أدرج اسمه أن يعترض على اسم مرشح آخر أدرج معه بنفس الدائرة. تساءل البعض هل بإمكان الناخبين أنهم يعترضون على جداول المرشحين؟ فإحنا هنا نقول لا، لأن اللي هو من يحق له الاعتراض هو المترشح، وبدليل أن احنا دائما من يعترض مترشح على مترشح، ما ممكن أنه شخص من برا يعترض في هذه المرحلة. بتبدأ المرحلة اللي هي في الثلاثة الأيام القادمة اعتبارا من يوم الغد لغاية يوم الأربعاء. راح تكون هنا عندنا في المركز استمارات مخصصة بتقديم طلب الاعتراض. فمن يحضر للمركز بعد التحقق من وجود اسمه أو عدم إدراج اسمه بالكشوف بإمكانه التقدم لمدخلين البيانات بطلب اللي هو الاعتراض مشفوعا بمستنداته، فبإمكانه التحقق عن سبب الرفض فرضا، وبعدين تصحيح اللي هو إذا كان عنده بيان ناقص أو كذب، واللجنة لها أن تفصل في الطلب المقدم خلال الثلاثة أيام. بعد الثلاثة أيام هناك فترة الطعون أمام محكمة الاستئناف العليا، واللي لها بدورها 7 أيام للفصل في الطعون. بتاريخ 7 نوفمبر إن شاء الله راح تصبح الكشوف نهائية، وبعدها خلاص يعني بيكون من للمرشح حرية بدء الدعاية الانتخابية. نعم سعادة القاضي، إذن لحين وصول موعد 7 نوفمبر القوائم جميعها بالنسبة للمترشحين تعتبر أولية وليست نهائية. بالضبط، هي القوائم هذه في مرحلة الاعتراض لا زالت أولية، لكن احنا نقدر نطلق على الشخص مرشح باعتبار أنه هي نزلت ككشوف. في مرحلة الاعتراضات قد يكون هناك من الأسماء ما سيتم حذفه من الجداول بعد له قبول الاعتراضات، ومنها ما قد يدرج في الجداول، فالنتيجة النهائية لإعداد المترشحين راح ناخذها في 7 نوفمبر إن شاء الله. سعادة القاضي فاطمة حبير رئيس لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب هنا في محافظة العاصمة، سنتواصل معكم بإذن الله في 7 نوفمبر للحصول على الكشوف النهائية. إذا زميلتي سهير، الأعداد كبيرة والمنافسة محتدمة ستكون في انتخابات عام 2018 ليس في محافظة العاصمة فحسب بل في جميع المحافظات بإذن الله. تواصلنا معكم على مدى الأيام الماضية وسنستمر في التواصل معكم بإذن الله إلى يوم الانتخابات إن شاء الله. عبد الرحمن طبعا من محافظة العاصمة، مراسلنا عبد الرحمن المدفع، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات التي وفيتنا بها. أما طبعا نتحول إلى زميل بسام للدول المتواجد حاليا في المراكز الإشرافية بالمحافظة الجنوبية لنتعرف على ما دار في اليوم الخامس والأخير من تقديم طلبات المترشحين للانتخابات النيابية والبلدية. بسام، كيف كان الإقبال خلال هذا اليوم؟ أهلا سهير، أحييك وأحيي السادة المشاهدين. كنا معكم بلا شك على مدى 5 أيام في هذه التغطية الحية من مقر الإشرافي هنا في المحافظة الجنوبية، والذي هي مدرسة المستقبل الابتدائية للبنات. استقبل المقر عدد كبير الحقيقة من المترشحين هنا في للمجلسين سواء النيابي وكذلك البلدي. شاهدنا وجوه شابة، شاهدنا أيضا وجوه نسائية أتت لتشارك في هذا الاستحقاق إيمانا منها بأهمية ممارسة هذا الحق الدستوري، وكذلك أيضا إيمانا بها بأهمية مجلس النواب والسلطة التشريعية في عملية التنمية الشاملة والتي يقودها بلا شك سيدي صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. الناخبون بانتظار القوائم النهائية بلا شك، ولكن من بعد مرحلة الاعتراض وكذلك بعد مرحلة الطعون سوف يتم الإعلان عن القوائم النهائية التي ينتظرها الناخبون، أكثر من 78,000 ناخب هنا في المحافظة الجنوبية أمام خيارات عديدة، أمام تنوع حقيقة تنوع كبير ما بين المترشحين وبرامجهم الانتخابية، وهذا ما يؤسس لمنافسة محتدمة ستشهدها هنا المحافظة الجنوبية. أرقام كبيرة أيضا شهدناها في المحافظة الجنوبية، وسنفصل هذه الأرقام وسنتكلم عنها أكثر مع رئيس اللجنة الإشرافية هنا في المحافظة الجنوبية سعادة القاضي إبراهيم الزايد. نرحب بك مجددا في نشرة الثامنة مركز الأخبار تلفزيون البحرين. قمتم بعمل جبار الحقيقة خلال الأيام الماضية في تلقي طلبات الترشح. سأبدأ معك بالنتائج النهائية مع انتهاء فترة طلب الترشح ومع إغلاق الأبواب هذا اليوم الأخير.
فعلا قمنا بإغلاق الأبواب منذ لحظات، وقد نتج عن ذلك 65 مرشحا للمجلس النيابي و49 مرشحا للمجلس البلدي. كان عمل مضنيا خلال خمسة أيام، استطعنا من خلالها أن نحصل على عدد من المرشحين باختلاف الدوائر الانتخابية، والحمد لله استطعنا أن نفصل في كثير من الطلبات، وما زالت هناك الطلبات، بعض الطلبات معلقة انتظارا لرد بعض الجهات، ونحن على قدم وساق لإظهار تلك النتيجة، وإن شاء الله سوف نبتدي في الغد مرحلة جديدة وهي مرحلة الطعون كما نص عليها القانون، وهي 3 أيام يستطيع المرشح أن يطعن على مرشح آخر إذا لم تتوافر. كيف تتم هذه الآلية بالذات؟ كيف يتم تقدم بطلب اعتراض على من مترشح ضد مترشح آخر؟ اشرح لنا الآلية هذه لو تكرم. هذه الأيام أيام الطعون، هي أيام الطعون الثلاثة، يستطيع المرشح أن يطعن على مرشح آخر معه في ذات الدائرة، ويجب أن يتوافر إلى ذلك سببا رئيسيا يفقده أحد الشروط الواجب توافرها قانونا. فإذا فقد المرشح لأحد تلك الاشتراطات القانونية واستطاع المرشح الآخر الطعن عليه في ذلك، قدم الاعتراض كما يقدم الاعتراض على جدول الناخبين مثلا، فتنظر ذلك اللجنة وتفصل في خلال 3 أيام، وإذا لم ترد عليه فيعتبر ذلك رفضا، لذلك يستطيع من تقدم بذلك الاعتراض استئناف ذلك أو الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف العليا، وتفصل في خلال 7 أيام. لديك أي تنويه آخر تود توجيهه للسادة المترشحين بما أننا في اليوم الأخير؟ هو طبعا هذه منافسة ما بين المترشحين بعضهم البعض، من يجد في المنافس الآخر سببا للاعتراض عليه فليتقدم إلى اللجنة ويقدم ذلك الاعتراض، كونه مثلا غير مقيد في جدول الناخبين، لا يعرف القراءة والكتابة، أو إلى آخره من الاشتراطات الواجب قانونا توافرها في المرشح. لذلك نحن ندعو جميع المتنافسين للاعتراض إذا كانت لهم وجهة نظر أو إذا كانت هناك أسباب جدية تدعوهم للاعتراض على ذلك. سعادة القاضي، هذه القائمة قابلة للحذف وكذلك قابلة للتجديد مع انتهاء مرحلة الطعون. شكرا لك على تواجدك معنا هنا في تلفزيون البحرين. شكرا لك سعادة القاضي إبراهيم الزايد. أعود لك سهير كما تفضل سعادة القاضي. إذا القائمة النهائية للمرشحين المحتملين هي ليست بالطبع النهائية لأن هناك فترة طعون، بالتالي مع انتهاء هذه القائمة ومع خروجها للسادة الناخبين سيتمكنون بالتالي من اختيار الأكفاء لتمثيلهم تحت قبة البرلمان أو في المجلس البلدي. كنا معكم على مدى 5 أيام من المقار الإشرافية للمحافظات الأربع، على أمل أن نلتقي بكم مشاهدينا الكرام في قادم المراحل الانتخابية وخصوصا في مرحلة التصويت. وإليك سهير. إن شاء الله. طبعا شكرا جزيلا لك الزميل بسام البدوي، والشكر موصول لشبكة مراسلين المتواجدين في المراكز الإشرافية التابعة للمحافظات الأربع، الذين يعني نقلوا لنا الصورة الحقيقية والصورة المشرفة للعملية. طبعا بالطبع سوف يستمر تلفزيون البحرين بتغطية العملية الانتخابية بكل مراحلها وصولا إلى يوم الاقتراع.